melatih huruf-huruf dari A sampai Y ya digabungkan dengan rumusan praktis pada prinsip yang kedua. Perhatikan dan latih. A i u ba u an ani a mu nima i an ani a Babi bu ban, bani ban mabi bani ba Tati tubat tu tan tanita namin mati tan tanita.

ح ح بح حوحا من المحن <سؤال> محيحا حنحا خا بخ خوخا من المخن مخيخا خنخا دادي دو دودا

رور رو الرن من المرن مريرا الرن را زازي زوبز زو زنزن من المزن مزيزن زنزا زا ساسي سوسا سنسسنا سن من المسلم سيسا سن سن سنسا شاشي شو بش شوشا شنششنا شن من المشن شيشا شنشا شن شن صاصي صو صوبص صوصا صنصصن من المصن <سؤال> مصيصا صنصا ص ص ضوضا ض من المظلم ض ض ض ض طوطا طن من المطن مطيطا طنطا ظظظوظا ظن من المظن مضيظا ظنظا أُوْ أن أنئعن من المعنم أن أنئى غاغيغو بغ غو غن غنغن من المغنم غي غن غنغا ففيف <applause> بف فوفا قق بَقَ ققوقَ قَقنَ مِ المُقَان من المفنم ما في فنفا قاقيق قو بقا قوقا قو قو قنققن من المقن مقيقا قنقا ككك بك Ku kengkani kak, naminal muk ni maki kengkani lali lubal, lula lani mami mubam,

Demikian saudara-saudaraku Bagaimana kita melafalkan huruf hijaiyah Dari mulai A sampai Ya Diikuti oleh prinsip yang kedua Konsisten dengan irama